السلام عليكم. هذا توضيح لما سبق للمحاضرة اللي تخص الجزء الثاني من محاضرة الـ Word Formation Processes. طبعا بالبداية حكينا عن الكومباوندينج، وهي تركيب، عملية تركيب الكلمات، وهذه عملية تركيب الكلمات هي عملية ينتج عنها كلمات جديدة تدخل إلى اللغة. وعملية التركيب هي بكل بساطة أنه كلمتين مختلفتين في المعنى، وكل كلمة يعني لها معناها الخاص، ولها الهجاء، ولها السنتاكس، النحو اللي ممكن، القواعد اللي ممكن تجي بيها، ولها جزءها من أجزاء الكلام. نجمعهن هذه الكلمتين سوية، ينتج عنهن كلمة. طبعا هذه الكلمة أول بادئ الأمر، يعني لما نجمعهن لهذه الكلمتين للمرة الأولى، نخلي بيناتهن شارحة، أو مرات ما نخلي شارحة يعني تبين. ففي مرور الزمن هذه الشارحة تبدي ترفع، فيندمج يصير كلمة واحدة. ولكن هذه الكلمة الواحدة معناها يختلف عن معنى الكلمتين اللي تكونت منهم. مثلا الوايت هاوس، وايت أبيض، وهاوس البيت. زين، فوايت هاوس البيت الأبيض هنا من صارت كلمة واحدة، صار الوايت هاوس مو البيت الأبيض، أي بيت أبيض موجود نسميه، نعطي كلمة واحدة اسمها وايت هاوس، لا، صار الوايت هاوس اللي هو مركز الرئاسة الأمريكية، هذا معناه. جرين هاوس البيت الأخضر أيضا له معنى خاص. فلاور بوت هذه الحاملة الزهور، فخب الزهور مع الفلاور معناها شيء، والبوت معناها شيء آخر، وأيضا الجرين شيء. فشوف المعنى، ولو المعنى هو متعلق له علاقة بمعنى هذه الكلمات اللي متكون منها، ولكن الكلمة الناتجة هي معناها يختلف تماما. الثانية، العملية الثانية اللي هي بلاندينج قلنا الفيوجن، هذا يعني كلمتين ينجمع نسوي، ينصحها نسوية، ينعجن نسوية، وينتج عنهن كلمة واحدة. اختلافه شنو عن الكومباوندينج؟ اختلاف البلاندينج عن الكومباوندينج كلمتين، زين، ما ينقص منهن أي شيء بالكومباوندينج، ما ينقص من هذه الكلمات أي شيء، مجرد نجمعهن سوية. شفنا وايت هاوس، لا قللنا ولا أخذنا ولا حذفنا ولا أضفنا. أما البلاندينج لا، ممكن نحذف من الكلمات حتى تصير عندنا كلمة. وغالبا مثل ما مذكور، غالبا انه ناخذ الكلمة الاولى، ناخذ الجزء الاول من الكلمة الاولى مع الجزء الثاني او الاخير من الكلمة الثانية، وبالتالي يصير هذا الصهر والدمج وتطلع عندنا كلمات. وانطينا امثلة، ومن هذا الامثلة هو المثال باللغة العربية اللي هو ركوب الامواج، فاخذنا رك زين وامواج، وضفنا له التاء حتى يمشي مع طبيعه اللغه اللي داخله عليها هذه الكلمه، وبالتالي صارت ركمجه، معناها ركوب، يعني رياضه ركوب الامواج. زين، العمليه اللي بعتها، اللي من خلالها نحصل على كلمه ايضا، هي عمليه الكليبينج، هذا القص، ماكو قص قص الكلمات، يعني نقص من هذه الكلمة حتى تنطينا كلمة جديدة قصيرة مستخدمة سهلة. وهذه الكلمة المقصوصة في مرور الأيام تتحول إلى كلمة، يعني حتى الكلمة الأصل اللي يعني تم منها القص بعد ما حد يعرفها. وعندنا هسه احنا اعتقد اكثر الاحيان لما نشوف الاد
يعني معناها اعلان، يعني الكثير من عندنا ما يعرفون انه الاد اصلها هي يعني ادفرتيزمنت او ادفرتايزمنت او الانفو، يعني الكثير ايضا عبالهم مثلا هي انفو ماكو انفورميشن، ولكن هذه اجت اساسا انقصت. وهذه الكلمات يعني ممكن في مرور الزمن تفرق من معناها اللي هسه الدارج عندنا وتعبى بمعنى اخر، وبالتالي تعطي كلمه مختلفه تماما تدخل الى اللغه ككلمه جديده وعن طريق هذه العمليه. العمليه الاخرى اللي هي باك فورميشن. الباك فورميشن يعني احنا من المتعارف عندنا لما نجي نريد نشتق كلمة أو نضيف إلى كلمة معينة أو نقتص من كلمة معينة، غالبا ما تكون الفعل، يعني الفعل المصدر نضيف له مثلا ER أو OR صار اسم، ING صار أما اسم في اسم فعلي أما صفة إلى آخره، يعني وعادة ما يكون الفعل، أو خلي نكون أكثر حياديين عادة ما يكون الجذر هو اللي من عنده نشتق المصدر. بالباك فورميشن لا، نشتق من كلمة هي ليست جذر، ومنطيكم مثال مثلا كلمة editor، editor هي ليست جذر ولكن احنا نرجحها باكورد حتى نشتق منها شنو فعل، فتصير edit من كلمة editor، على الرغم من ان editor هي اساسا ليست كلمة جذر. هذا يسموها باك فورميشن، يعني تكوين عكسي، تكوين أو تشكيل عكسي. أكو بعد عملية الconversion، القلب، زين، عملية الconversion اللي هي القلب، وعن طريق هذه العملية طبعا الconversion إنه نحول نحول جزء اللي هو فقط الوظيفة، وظيفة الكلمة نحولها من وظيفة إلى أخرى. طبعا بالباك فورميشن اثنين يتحولن، الشكل والوظيفة، قلنا إديتر تحولت من إديتر شكلها صار إديت وهذا الشكل، أما الوظيفة فهي تحولت من فعل إلى من اسم إلى فعل عفوا. بالكونفرجن لا، يتحول فقط الوظيفة، مثلا من كلمة بطل هو اسم يتحول إلى بطل كفعل، وما الشكل يبقى نفسه، الشكل يبقى نفسه. هذه عملية القلب يسموها. عملية أخرى اسمها الأكرنيمز. الأكرنيمز هذه اللي هي أبجديات الكلمات أو بدايات الكلمات، خلي نكون أدق، بدايات الكلمات. وكتبتكم مثلا CD DVD DVR كوفيد، هذه كوفيد 19، فهذه تنقسم إلى نوعين من حيث الصوت. أكو بعضها اللي ما تحتوي على أصوات معتلة أو لينة بداخل ما بين هذه الأصوات الصحيحة، تقرأ كحروف مثلا FBI، الآي ولو هو حرف علة ولكن موجود بالأخير، أو DVD DVR إلى آخره. بعضها لا، تقرأ ككلمة يعني، ومن تقرأ ككلمة هذا تعطي يعني كلمة، تدخل كلمة جديدة إلى اللغة، تدخل كلمة جديدة إلى اللغة. وهذه الكلمة ممكن تكون مثلا كلمة نيتو، أو هذا كوفيد هسه اللي مشهورة عندنا كورونا فيروس 2019، هذا أيضا ككلمة جديدة أدخلت إلى اللغة. عملية أخرى اللي هي الديريفيشن، الاشتقاق، طبعا هذا موجود عندنا بالعربي، وهذا أغلب العمليات هذه أيضا موجود عندنا باللغة العربية وبكل لغات العالم تقريبا. أما الاشتقاق لا، تنفرد به اللغة العربية، تعرفون اللغة العربية لغة مزيدة اشتقاقية إلى آخره، وكذلك اللغة الإنجليزية أيضا بالاشتقاق العملية الاشتقاق تتكون من إضافات اللي يسموها suffixes، إضافات، وهذه الإضافات تنقسم إلى أنواع ثلاثة، يعني غالبا يعني الغالب هي أنواع ثلاثة، اللي هي prefix اللي هي ما قبل الكلمة، والinfix بداخل الكلمة، و
السفكس اللي هو يعني بنهاية الكلمة. وموجودة هذه موجودة كثيرة عندنا، وبالثاني يمكن يعني أخذتوها بشكل مفصل كثيرا. تبقى العملية الأخيرة اللي هي عملية العملية يعني العملية اللي نحصل على الكلمات عنها من خلال عدة عمليات، مثلا يا أما تجينا clipping و compounding، يا أما clipping ويا أما compounding و conversion، يعني عمليات من هذه العمليات اللي ذكرناها الثمانية أو التسعة. من هذه العمليات اثنين أو أكثر ينجمع نسويها حتى يجيب لنا كلمة جديدة. ونعطيكم مثال اللي هو الإنترنت. أعتقد هذا الفصل واضح جدا، مجرد تعاريف وفروقات بسيطة بين هذه العمليات. وأيضا أرجع وأكرر إذا أي شيء ما مفهوم مراسلتي، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا.